تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 من شهر نوفمبر من كل عام بهدف تعزيز التعاون الدولي حول التوعية بحقوق الطفل وتحسين رفاهيته. وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية. نرحب بكم سعادة الوزير في نشرة الثالثة. إذن هل توضح لنا جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الطفل ورعايته صحيا وتعليميا واجتماعيا كذلك؟ الله يمسيكم بالخير وشكرا على الاستضافة. وأولا بسم الله الرحمن الرحيم ونهنيكم باليوم العالمي للطفل. وحقيقة مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم متابعة الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق ومكتسبات الطفل وعلى مستويات مختلفة منها القانوني والاجتماعي والتربوي والثقافي. وأيضا أطرت ذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الرسمية والمؤسسات الأهلية والخاصة. وحقيقة في هذه المناسبة الهامة اللي بتشاركها مع المجتمع الدولي نأكد من خلالها على تبني مملكة البحرين لأفضل الممارسات نحو حماية حقوق الطفل. ويمكن من أبرز هذه الممارسات هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة واللي يشكل نقلة نوعية على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، وطبعا إلى جانب جهود اللجنة الوطنية للطفولة واللي تشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 واللي هي تمثل إطار موحد لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية. وطبعا على المستوى الدولي مملكة البحرين ولله الحمد حققت مؤشرات ملحوظة على صعيد الالتزام ببنود اتفاقيات التعاون مذكرات التفاهم والمنظمات الدولية يمكن أهمها منظمة اليونيسف، إلى جانب دعم مشاريع الطفولة اللي تنفذها مختلف منظمات المجتمع المدني وطبعا استنادا إلى المرتكزات والمراجع الوطنية والدولية. لذلك وفي ضوء تضافر هذه الجهود الوطنية إن شاء الله راح تستمر المساعي لتحقيق المزيد من الإنجازات لبلوغ الأفضل طبعا والأشمل بمجالات حماية ورعاية الطفولة وبما يتماشى مع القيم والمبادئ والأهداف التنموية الشاملة. نعم سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.